استاذ محمد نتائج جيده جدا، والوقت بس كان في الاول الدنيا ما كانتش مظبوطه شويه، ولكن الامور بدات تتحسن واحده بواحده. ده طبيعي يعني، لا سيما وان حد زي جوستي عارف قدرات وامكانيات لعيبه الاهلي، كان موجود في الدوري المصري السنه اللي عدت. أيوه. الحقيقه بدايه حلوه، لما البدايه تكون قويه فده بيعطيك يعني دوافع وبيديك حماس وبيعطيك ثقه كبيره جدا. تم تدعيم الفريق بعدد كبير جدا من اللاعبين، عدد مميز من اللاعبين، لاعبين اجانب. الحقيقه جوستي بادي بدايه قويه جدا. انا بقى هعتبر الدوري العربيه يعني لسه لما نوصل المراحل النهائيه هتكون كل ما بتقدم اكتر بالقوه بتزيد، لكن هي تعتبر اعداد قوي جدا 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 لبطوله الدوري الساخنه والقويه عندنا في الدوري المصري. الحقيقه نتائج هائله ونتائج مبهره وفوارق كبيره جدا بين الاهلي وبين الفرق اللي بيقابلها لغايه دلوقتي. الحقيقة. الارقام حتى في الكره السله الحقيقه ما كانتش بتتعدى لهذا الشكل، ان النادي الاهلي يصل ل 126 في مباراه، او في المباراه الثانيه امام بوفاريك الجزائري ايضا. اعتقد ان دي نتائج كبيره جدا بتدل على ان المدرب خلاص ابتدى ياخد على اللاعبين، واللاعبين ابتدت تاخد على طريقه المدرب يا خالد. طبعا يعني زي ما بيقولوا كده، المدير الفني لما بيكون فاهم وفاهم الامكانيات اللي عنده وما اعلمه ومن خلال متابعتي، يعني ان الراجل بيتكلم على او بيعد وبيستخدم اللاعبين صغار السن، اللاعبين الشباب بيعتمد عليهم بشكل كبير جدا. قبل كده ما كانش بيحصل كتير، انما الراجل شايف ودارس نقاط القوه عند النادي الاهلي ونقاط الضعف. بس برضو خلينا نقول ان لسه احنا في البطولات العربيه وفي الادوار التمهيديه بيكون الاداء او بيكون الفرق يعني المستوى الفني ضعيف الى حد ما، انما ممكن النتائج تحس ان فيها تنافسيه اكتر في الادوار اللي جايه الفتره في الادوار اللي جايه. عويس اعتقد ان الامور هتبقى اصعب وهيبان لنا اكتر المستوى الفني اللي وصل له فريق كره السله. هو طبعا اوجاستي بدا مع الاهلي في بطوله منطقه القاهره اللي كنا بننقلها عندنا على قناه الاهلي، وبدا بدايات هاديه جدا، جرب مجموعه كبيره جدا من ناشئين النادي الاهلي، وفي الاخر حقق فوز على فريق الجزيره. الجزيره فريق قوي، حقق فوز بفرق كبير جدا في النقط، وكان الاهلي بيلعب وهو مستريح جدا في مباراه. بعد كده بدا بمباراه حضرموت اليمني وكسبها، وداد بوفريك الجزائري، وعنده بعد كده الفتح السعودي. اعتقد ان من مباريات دور الثمانيه او مباريات دور ال 16، لان البطوله فيها فرق، فيها 20 فريق تقريبا، فهيبدا يخرج منهم فرق 18 فريق 18 او 18. 19 فريق لا 18 هيخرج منها مجموعه كبيره من الفرق، ويبدا بقى في الاخر، لانه الفرق اللبنانيه جايبه لعيبه محترفين، فرق الامارات جايبه لعيبه عندهم محترفين كتير جدا. اعتقد انه في الفتره اللي جايه الفريق النادي الاهلي هيبان مستواه الحقيقي، واعتقد انه هيحقق نتائج طيبه جدا، لان مدرب فاهم، مدرب شاطر، وفي لعيب محترف تاني مع عندنا اثنين لاعبين محترفين اجانب في الفريق، تم تدعيم الفريق بقوه، واعتقد انه ان شاء الله يعني هيحقق نتائج اعتقد انها تبقى كبيره باذن الله. دور الاداره والنشاط الرياضي في التدعيمات الكتيره واختيار المدير الفني اعتقد ان هو واضح مع كره السله. طبعا كابتن رؤوف عبد القادر ومجلس اداره النادي الاهلي ما تاخرش نهائيا عن دعم الفريق. يمكن هم تعاقدوا مع مايكل تومسون، ده كان بناء على اختيار اوجستي الاسباني، اوجستي ده تعاقدوا معاه لمده سنه، ثم جابوا للبطوله دي بس فاكوادي، تمام، دي البطوله دي بس يعني لمده 10 او 15 يوم. البطوله يعني مجلس الاداره ما بخلش، كان تعاقده مع كذا لاعب في لدعم الفريق. البطوله اعتقد يعني هم في ثلاثة او اربعه عندها هيكونوا مرشحين للبطوله، ويمكن يوصلوا لو ما اصطدموش مبكرا هيبقى الاهلي والاتحاد وبيروت اللبناني وفي الشرق الاماراتي، دول الاربع فرق اللي هيكونوا مرشحين انهم يوصلوا مربع الذهب لو ما اصطدموش ببعض في دور الثمانيه. تمام، نتمنى طبعا كل التوفيق، ودايما من خلال شاشه قناه النادي الاهلي بنحاول نجيب لحضراتكم دائما ما يحدث مع النادي الاهلي، سواء كره سله، كره يد، كره قدم، طبعا دائما بتكون معانا. خلينا